السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بواحد من أقصر الجيمات وأكثرها حبسا للأنفاس، رعب حقيقي في ساحة المعركة على خريطة جونجل وولف ما بين عمالقة هذه اللعبة. أول لاعب فارغو المارد الأزرق بجيش US Air Force، بالطرف الآخر اللاعب الذي لا يقارب جيش GLA Demolition ومايسترو GLA Demolition بويكا باللون السماوي أو لون الصيان بجيش GLA Demolition. طبعا صار في كتير استراتيجيات خارج عن المألوف في هالجيم، بهالجيم القصير بعيد وبكرر، فخلونا نبدأ. ولكن قبل ما نبدأ بهالجيم بذكر انه بكرة في بث مباشر اسطوري لجيمات تواليت فليم اير جيمز، طبعا ممولة بقيمة $100 من قبل الزعيم واخونا لوغما لوتن، الله يعطيك الف عافية. هذا الشخص عم بيمول سبونسرات من هلأ وبالرايح، فما بدي طول مقدمة كتير، أتمنى تكونوا موجودين. البث رح يكون الساعة 8 إن شاء الله، وفي شيء أخير رح ضيفه، كل جمعة رح يكون في بث مباشر على الساعة 8 كل يوم أحد، يعني على الساعة 8 بإذن الله. طيب فارغو بيع الدوزر طبعا ليدعس الوركرز، تراك راش أو دوزر راش من فارغو، حلو. بتروح الدوزر بالترس طبعا بيبعتها خلاص انتحارية، طلع ثلاثة دوزرز، لاحظ طلع ثلاثة دوزرز ليبعت وحدة تراك راش واثنين يبني بأرضه. طيب ممتاز، أول دوزر بيحطها بالشينوكس، بالطرف الآخر بويكا، حلو تنل متقدم جدا من بويكا على أرض فارغو، ممتاز، وأخذ هاي البنكر اللي هون. بالطرف الثاني ممتاز جدا، دبل تراك رش بشيل الوركرز عند بويكا، طبعا ما بده يخليه يتوسع، ما بده يخليه يكبر، استراتيجية جدا جدا خطيرة وفيها مجازفة عم يعملها فارغو. طيب بيطلع كيمانشي مطارين، يعني كيمانشي مخفي بيدعس وبيسحب الدوزر، لاحظ الحركة الأسطورية من فارغو، بيدعس الوركرز وبيسحب الدوزر. طبعا عنده ديمو تراب هون ولكن عمل عليه بيكن، فشايف الديمو تراب واموره زي اللوز. بالطرف الاخر بويكا بيعمل هجوم عكسي على فارغو من الطرف الثاني، خلينا نشوف شو عم بيصير. ممتاز، لاحظ الشينوكس بجيش اليو اس اي اير فورس عزيزي بويكا بيصدوا الصواريخ، طبعا بده يطلع كواد، الكواد رح تضرب الكيمانشي او تضرب الشينوكس، ممتاز، وخفاله الكواد على الثواني الاخيره، صراحه استراتيجيه جدا جدا خطيره من فارغو، يا اما ينجح فيها يا اما خلاص يكيك من الجيم. استراتيجيه حرفيا كتير كتير صعبه على لاعب الاير فورس. بويكا توقع منه هاي الاستراتيجيه، ما طلع تكنيكلز ضد الهامفيز، طلع كواد ضد الكيمانشيز، حركه خطيره جدا من بويكا. طيب يلي بيسحب كواداته وبياخذ السبلاي، بيستحل السبلاي تبعيد فارغو بيخسر كيمانشي. من الطرف الثاني فارغو عنده دوزر بارض بويكا، طبعا حرمه من السبلاي، عم بيستعمل سبلاي فارغو. بالطرف الاخر بويكا، انتشار بويكا اكيد افضل بالخريطات جي ال اي قدام يو اس اي اير فورس، مليون بالميه رح يكون الانتشار للجي ال اي على حساب اليو اس اي اير فورس، مفلس تماما، $0 عند الجرال الازرق فارغو. بويكا يتقدم، خلاص بويكا صار بعمق ارض فارغو، بيشيل السبلاي الاولى، الكيمانشيز بيسحبهم ليشيل التنل، ممتاز جدا. الشينوك بتصد الصواريخ مره اخرى، فارغو بينسحب لورا بيحاول ياخذ هاي السبلاي اللي هون، خلونا نشوف وين راح بالكيمانشيز. بالطرف الثاني بويكا يدمر، وخلاص بويكا بارض فارغو من الدقيقه الرابعه من اللعبه، فارغو في ورطه وفي مازق، ولكن بالطرف الاخر فارغو عم بيكيك بويكا، وبويكا عم بيكيك فارغو، صدق او لا تصدق عزيزي المشاهد، اللاعبين عم بكيكوا بعض، فارغو بيستحل محل بويكا وبويكا بيستحل محل فارغو، عملوا تبديل للاراضي، عملوا ديكيشي للاراضي، قال له بتاخذ ارضي وباخذ ارضك، قال له اوكي اتفقنا اتكلنا على الله. كل واحد اخذ ارض التاري وكل واحد استقر في نقطة اللاعب الاخر. فارغو لا يملك شيئا سوى جيش كمانشي صغير بيحاول يشيل التنلات. طبعا في شيء جدا مهم نسيت اقوله، خريطة كتير صغيرة ويو اس اي اير فورس لجي ال اي ديموليشن، هذا الشيء كنت بدي اقوله ببداية الجيم،
ولكن 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 مثل العادة نسينا. طبعا إذا الخريطة صغيرة شوي بيكون الجيم متوازن. ما راح أقول لك، ما راح بالغ وأقول لك إنه راح تكون الأدفانتج للجيل أي دوميليشن، لا، ولكن راح يكون جيم متوازن وليست الأفضلية لليو اس اي اير فورس. الخريطة الصغيرة كتير صعب برأيي إنك تلعب يو اس اي اير فورس، بدك خريطة كبيرة، بدك مساحات أكبر بحيث خصمك ما يستغل هاي المساحات. إذا بتلاحظ بويكا استغل المساحات، بنى تنل هون، بنى تنل هون وانتهى الجيم، خلاص كيك فارجو من أرضه. ولكن 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 فارجو من الطرف الآخر لديه استراتيجية أخرى. فارجو يحاول، فارجو يبحث عن حل بالدقيقة السادسة من هذه اللعبة من عمر لقاء اليوم ما بين فارجو وبويكا. طبعا معروف عن عن هاللاعب المشهور فيه هاللاعب فارجو، يا اما بصير اكسبرت متوحش فجأة، يا اما بصير نوب كأنه اول مرة بيفتح لعبة الجرو زيرو اور. هذا شيء هذا شيء بدون مبالغة ومش من باب السخرية. طبعا انا كتير بحبه لفارجو ولكن مش من باب السخرية. هذا شيء معروف عن فارجو. طيب بالعودة الى سياق اللعبة، بويكا طبعا اخذ هاي المنطقة اللي هون بالكامل. جيش كواد مع رادار فان اكثر من كافي خلاص ليلقوط ال او ليلقوط الكمانشيز. حلو، بشيل الستينجر اول شيء. ما عنده تنل انه ينقل جيوشه. بويكا هي واحدة من الاخطاء يلي عملها بويكا، ما عنده تنل بكل المناطق يعني لحتى ينقل جيوشه. بويكا اول شيء بيشيل الطاقه وخلاص يتقدم لازاحه فارجو من ارضه مره اخرى. تكييك على مرتين، تكييك على مرحلتين. هو عارف انه ما عنده تنل فاخذ راحته بالطرف الثاني بالكمانشيز. ممتاز ممتاز مع وحده شنوك وحفنه من الكمانشيز شويه كمانشيز عند فارجو وانتهى الموضوع. بويكا بكيك فارجو وفارجو بكيك بويكا مره ثانيه، ولكن ما ننسى فارجو زيمت بدوزر، زيمت بدوزر. اوه هالجندي هالجندي، يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام كان لاحظ 15 15 15 15، يا حرام يا حرام، عم تمزح معي عم تمزح معي، انا متاكد في مزح بهالجيم، في مزح كثير تقيل بهالجيم يا رجل يا رجل. اخر مباني، اخر سكافولد عند فارجو، السكافولد هو هذا المبنى. لاحظ حط الدوزر، الكواد يتقدم خلاص. فارجو تكيك، فارجو فارجو تكيك، ما في كلام ما في كلام، اضرب ضربي لهون يا شيخ، ضربي. يا حرام يا حرام يا حرام، رجع بنا، حط الدوزر بقلب الشنك وجازف بالكمانشيز، رجع بنا رياكتر او مبنى طاقه بالطرف الاخر. لا 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 لا، خلاص خلاص الوضع غير مطمئن، رجع رجع بنا سكافولد مره اخرى. يا الهي ما الذي يجري في ساحه المعركه؟ بويكا ينتشر. لا لا خلاص عفوا بعتذر، الجيم رايح لبويكا، انا هيك شايف الجيم تماما رايح لبويكا. سكافولد ما عنده شيء، ما عنده شيء غير هالسكافولد يلي هون. حلو، بالطرف الثاني حاول يبني باور مره تانية، عم ببعد له واحد بالشرق وواحد بالغرب، بيكنسل السكافولد، بيحاول يشيل الكواد الموجود، ولكن الكمانشي المخفي، الكمانشي المخفي من الجنرال فارجو ممتاز، بيشيل اول كواد وبيرجع بيخفي الكمانشيز مره تانية. هلا هو هون شال الرادار فان، حركه كتير حلوه، بيشيل تاني كواد ممتاز ممتاز، بيرجع بينسحب لحتى يعمل ريلودينج الكمانشيز ممتاز، وبيشيل ثالث كواد بدون اي مشاكل. الاسطوره واللاعب المعجزه فارجو لحد الان، ولكن ما نستعجل ما نستعجل، ما زال انتشار بويكا بالخريطه اكبر، ما زال بويكا موجود بالخريطه بشكل اكبر. خلينا نشوف بعد جنود، بده يشيله الدوزر، بيشيله بيشيله الجنود، صاحي تماما، اتنشن رهيب من الجنرال فارجو يلي طلع عفوا بويكا بالطرف الاخر طلع وور فاكتوري، يعني بيقدر يطلع كواد وبيقدر يزيد عدد الكوادات. الشنوك من الطرف الاخر راح تصد الصواريخ، ممتاز ممتاز. الكمانشيز بس ترفع بصير اسطوري يا رجل، الكمانشيز بس صار ثلاث رتب بصير حرفيا لا يقهر. لاحظ بعد له الشنوكس لحتى ياخذ راحته بضرب الور فاكتوري. يا الهي بويكا يتقلص، بويكا يتقلص شيئا فشيئا. ارض بويكا تتقلص مثل ما انك شايف،
طلعوا من منطقتين وعلى وشك انه يطلعوا من ثالث منطقة. اخر محاولة للجنرال فارغو، اخر محاولات فارغو خلاص بشيل الوور فاكتوري. الوهم الاخير عند الجنرال بويكا، فارغو عم بحاول يبني قاعدة لحتى يستفيد وما يكيك. لازم يرجع يقرب الشينوك على ما اظن. الجندي هذا راح يعمل مصيبة، لاحظ بيعطي صفر سنة. فارغو هل يفعلها مرة أخرى؟ راح بعت له كمانشي، بعت له واحدة كمانشي للجندي، ما بعرف إذا راح يلحق، بس خلاص لحق وما لحق خلاص. يعطيك العافية فارغو، يفعلها الاستراتيجية الجبارة واللاعب المعجزي فارغو، وبويكا هاز بين ديفيتد. الجيم بيروح لفارغو، وأتمنى أنك تدعم الفيديو بلايك، لأنه هذا واحد من الجيمات السوبر أسطورية. كان معكم أخوكم علاء رضا، والسلام عليكم.